نوهت لحضراتكم قبل الفاصل عن أهمية هذا الحوار واللقاء الرئيسي لينا النهاردة في آخر النهار، لأنه متعلق ببساطة شديدة بحياتنا. طبعا كل الملفات مهمة، بس في ملفات هي اللي فيها تماس مباشر مع حياتنا اليومية، وأنا هنا بتكلم عن المحليات. ولحد ما ربنا يكرمنا بمحليات، في دلوقتي الحكومة هي القائمة بالعمل المحلي، وفي رقابة على العمل المحلي من مجلس النواب متمثلة في لجنة الإدارة المحلية اللي بيشرفني رئيسها وعضو مجلس النواب المهندس أحمد السجيني. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا وسهلا، بيشرف ومنور وحشني جدا على المستوى الشخصي، بس الله يلعن كورونا اللي بعدنا. معلش، إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ويرفع البلاء، وهذا الوباء يعني قرب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. صحة تمام؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حضرتك مدرك معايا ان احنا بنتكلم عن، وده جزء طبعا الحقيقه انا بقول ربنا يكون في عونك والزملاء عليه، هنتكلم عن مفاصل حياه الناس اللي هي المحليات والتنميه المحليه والاداره المحليه، الحاجات اللي الناس بتواجهها بشكل يومي وبتاخده رضا او غضب الناس عليها كمان بشكل يومي. الملف ده طبعا لحين وجود المجالس المحليه والمحليات بشكل بقى باذن الله في كفاءات وشباب محترم وتشيل عنكم جزء كبير جدا من التركه الثقيله اللي شايلينها، بس احنا عايزين نقسمه لملفات. خلينا نبدا بالملف اللي عمل صداع شويه في راس كل الناس خلال الفتره الاخيره، وملف البناء، سواء تصالح على مخالفات البناء او العمارات بقى القايله للسقوط، عماره فيصل، عماره المريوطيه، عماره الاسكندريه، واللي كان بيتكلم فيه النهارده مجلس الوزراء والمستشار نادر سعد معانا من شويه. انا عارف انه ملف ارث بقاله مش عارف كام سنه بقى عد كتير، والتعامل معاه بين يوم وليله في منتهى الصعوبه، بس لازم برضو يبقى عندنا احنا كدوله رؤيه، مش مجرد ان احنا بنطبطب او بنسكن. هل تعتقد انه الان في رؤيه في الدوله المصريه في التعامل مع ملف البناء؟ سؤال كبير قوي، بس اسمح لي طبعا افكرك بلقاء لنا من 5-6 سنين، مش عارف كان في قناه هنا ولا في قناه تانية، لكن 6 سنين يبقى قناه تانية. قناه تانية. لما انت وصفت المحليات وعلى الهوا وقلت لي بيت الرعب، انت اللي استحدثت هذا. صحيح. فاكر المصطلح طبعا ده؟ بيت طبعا. الرعب هو فعلا بيت الرعب. في متغير في هذا الامر خلال ال7 شهور اللي فاتوا دول، ولازم نعترف بيه. من خلال عدد من الاجراءات، دايما كنا احنا لما جينا نشتغل وتوليت، اول ما توليت مفيش بنيه معلوماتيه، مفيش قاعده نقدر النهارده نستند اليها. عشان تحط رؤيه انت محتاج يبقى عندك داتا. طبيعي. هتحط رؤيه بدون داتا ازاي؟ في كل قطاع، قطاع المخلفات وتدويرها، قمام المخلفات البلديه، النظافه، ده النظافة حاجة والمخلفات وتدويرها حاجة تانية، المخلفات الزراعية والمصارف اللي بتتسد بالقمامة والترع والكلام ده كله، البنى، البنى ده قصة تانية كبيرة جدا جدا جدا، وقناعات بقى فإحنا كنا في دي الحياة كنا بنجمع الداتا، بنعمل بنية تحتية معلوماتية لكل ملف تستطيع من خلاله أن أنت تحط رؤيتك، بعد الرؤية دي توجد التصميم اللازم اللي هو يجب ان يكون مقرونا ببرنامج، اللي هو يجب ان يكون، انا برتبها لك طبعا طبعا، مقرون بخطه تنفيذيه اللي هي بعد كده هو تبقى في مقايسات الخطه دي هتتكلف كام. صح. ثم بعد كده مين هيعمل ايه فين وبكام وامتى، ثم بعد كده يبقى في مؤشرات الايه المتابعه ومؤشرات الاداء. صحيح. مشوار طويل جدا جدا، والناس تتصور ان ممكن، يعني انت عارف زي ما بيقولوا اللي على الشط عوام. ايوه مظبوط. طب ايه اللي حصل في 7-8 شهور؟ وليه انا بقول 7-8 شهور؟ لان 7-8 شهور دول الحقيقه احنا في الفصل التشريعي السابق اخيرا تم استصدار قانون تنظيم واداره المخلفات الصلبه بانواعها، مخلفات بلديه، زراعيه، نفايات طبيه، نفايات خطره، مخلفات صناعيه، تشريع كامل شامل الدولة المصرية قعدت تشتغل فيه وبتحاول انها تصدره على مدار يمكن 6-7 سنين. وكان بيبقى فيه فيرجن اولاني وتاني وتالت ورابع الى اخره. انتهينا الحقيقة في الاسبوع الاخير من البرلمان، وكان مجهود كبير جدا بحيي فيه وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة طاقة وقتها. صحيح. تعاون معايا الحقيقة فيه. ثم انتقلنا بعد كده لمسألة نجاحنا احنا كدولة مصرية في ان احنا نمرر ممارسات رشيدة في قانون التصالح.
بعد الأزمات اللي حصلت في الممارسة الارتجالية الخاطئة في أول 6 شهور. وليه بقول نجحنا؟ لأن ده نجاح منسوب للإعلام المصري، البرلمان المصري، الحكومة المصرية. تمام. التلات أضلاع دول اشتغلوا بالتساق، وعشان كده دايما بقول التصالح ده فيه دروس مستفادة لأي قطاع إصلاحي إحنا عايزين نمر فيه في أي وقت. لأن أنا النهاردة حكومة بتجتهد وعندها بيانات وبتسعى بتقدم تشريع، يطلع التشريع تيجي تنفذ التشريع تنفذه غلط أو تصطدم ببعض الأمور. صح. هنا برلمان واعي بيراقب، ما مش بيجامل، يعقد جلسة يسمع الأطراف كلها، يطلع توصيات بما يملكه من سلطة دستورية، حكومة تأخذ هذه التوصيات بلا تشنج ولا تعالي وتبدأ تطبق هذه التوصيات، وإعلام يبدأ، لأن كان من ضمن التوصيات دي في شق يخصكم إعادة صياغة البيان الإعلامي لو تذكر، يوجد على مائدته اليومية شرح لمكتسبات هذا التشريع ويشكل وعي. مظبوط. فمثلث الثلاث أضلاع دول ياخد طفرات كبيرة جدا. هل هي يعني من 400 ألف طلب ل 2.7 من 10 مليون طلب؟ دي مسألة لازم نقف قدامها. الوقوف عندها طبعا. من 800 مليون جنيه لحصيلة 17 مليار وفقا كان وزير التنمية المحلية عندي امبارح في اللجنة وأعلن هذه الأرقام. دي لازم نلقى لها وقفة. صحيح. رغم أن الحصيلة ما كانتش هي الهدف لنا زي ما حضرتك قلت، لكن طيب وهرجع للتصالح تاني، إيه المستجد الجديد اللي بقى ما حصلش بقاله مئات السنين؟ قصة حياة كريمة دي. الكرة، أذكرك برضو مع حضرتك كنا في الدور الرابع من انعقاد 2018، جالي برنامج الحكومة وتوزع عليا الجزء اللي يخصنا، فكان من ضمن أملهم وأحلامهم إن هم يعملوا 242 قرية يطوروها في جدول زمني 2022. تمام. فأنا جيت قلت لهم يا جماعة في البيان اللي أنا ألقيته في الجلسة العامة، الحقيقة ده رقم صادم، لأن لما تعرف إن أنت عندك في حدود 4500 قرية غير 30 ما يزيد عن 30 ألف قرية تابع، يبقى 242 يخلصوا في 2022، طب ده احنا هنخلص بقية الكرة دي ازاي؟ صحيح صحيح. فلازم نوجد آليات مختلفة عن الخزانة العامة أو عن الطرق يعني التقليدية، لأن والدنيا بتشتغل والتحديات بتواجهنا والنجاحات بتتحقق، الدولة المصرية بتحققها، فجاءت مبادرة حياة كريمة فوق مكان أي حد بما فيهم احنا يتصور. ودي ان يعني تحسب فتحسب ل وبلا مجامله ولا نفاق للرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. لان هو اولا متابع ومتصل بالواقع وبيختار التوقيت المناسب لما بتبقى الحاجه الى حد ما. واللي يبين يا باشمهندس اللي ما فيهاش نفاق ولا مجامله النتيجه. يعني شوف التدخل في الوقت ده بالشكل ده من المبادره خلانا من رقم عامل ازاي الى رقم عامل ازاي، ومن شكل عامل ازاي الى شكل عامل ازاي. ده حقيقي.